السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي في مادة التربية الدينية الإسلامية والفصل الدراسي الثاني. ننتقل إلى الدرس الثاني بعنوان الأمانة وعدم الغش. الأمانة دي صفة من الصفات الكريمة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم، وعدم الغش والخيانة. فنشوف كده مع بعض. بيقول لك صاحب المعلم التلاميذ إلى مكتبة المدرسة. صاحب بمعنى رافق المعلم التلاميذ، ذهب بهم إلى مكتبة المدرسة زي ما شايفين في الصورة كده. هناك مجموعة من التلاميذ يجلسون في المكتبة، وطلب منهم أن يسيروا في هدوء ونظام، وأن يحافظوا على نظافة المكتبة وعلى كتبها. يبقى تاني، يبقى المعلم صاحب التلاميذ إلى مكتبة المدرسة، وماذا طلب منهم؟ طلب منهم أن يسيروا في هدوء ونظام، وأن يحافظوا على نظافة المكتبة وعلى كتبها. اختار سامح قصة من المكتبة، وكانت هذه القصة بعنوان أداء الأمانة. أداء الأمانة يعني قيام هذه الأمانة وإزاي أن احنا نعملها. وكان معه قلم وورقة ليسجل أهم الأفكار التي تعجبه. بعد العودة إلى الفصل، أعطى المعلم الفرصة لتلاميذه لكي يحكي بعضهم ما قرأه في المكتبة. يبقى احنا كده بعد العودة إلى الفصل، بعد أن عادوا من المكتبة إلى الفصل، أعطى المعلم الفرصة لمين؟ لتلاميذه لكي يحكي بعضهم ما قرأه في المكتبة. رفع سامح إصبعه ليتكلم عن القصة التي قرأها، فقال: قرأت عن عائشة رضي الله عنها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده، يعرف بصدقه وأمانه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام علي بن أبي طالب 3 ليالي وأيامها ليؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف شرح الكلام ده. هنا بيقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الكلام ده انه امر مين؟ علي بن ابي طالب ان يتخلف عنه بمكة، يعني ان يجلس بمكة، وان رسول صلى الله عليه وسلم يذهب الى المدينة. فنجد ان علي سيجلس في مكة لماذا؟ حتى يؤدي عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. الودائع يعني الأشياء التي كانت عنده للناس، التي مفروض أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤديها للناس. فقد كلف عليا أن يؤديها للناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه، يخاف عليه، إلا وضعه عنده، وكان يعرف بصدقه وأمانته. كان يعرف بإيه؟ بصدقه وأمانته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام علي بن أبي طالب. ما المدة التي أقام علي بن أبي طالب في مكة؟ أقام علي بن أبي طالب في مكة 3 ليالي وأيامها ليؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. وعندما فرغ منها وانتهى منها، ماذا فعل علي بن أبي طالب؟ لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، نشوف كده مع بعض اهو ما يرشدنا اليه الحديث. اول حاجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم احنا عرفنا ان هو كلف عليه بان يؤدي الامانات الى اهليها، وان هو الودائع التي كان الودائع التي كانت عنده للناس. عنده ايه للناس؟ يبقى الحديث يرشدنا الى رد الامانة الى اصحابها. رد الامانة الى اصحابها. اثنين، البعد عن الخيانة والكذب. تمام، يبقى احنا كده نقول تاني ما يرشدنا اليه الحديث. رد الامانة الى اصحابها. 2، البعد عن الخيانة والكذب. ثم تلا قول
الله تعالى ونشوف كده مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. هنا بيقول لك إن الله يأمركم، يأمركم ينصحنا أو ينصحكم أن إيه؟ أن تؤدوا، أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. تمام. يبقى أول حاجة هذه، أو أن الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى إيه؟ أداء الأمانة إلى أصحابها، إلى أصحابها وإلى أهلها. تاني حاجة بيقول لك وإذا حكمتم بين الناس، أي قضيتم بين الناس، فشرط أساسي للحكم بين الناس هو الحكم بإيه؟ بالعدل. تمام. يبقى هنا ترشدنا الآية إلى أداء الأمانة إلى أهلها، واتنين الحكم بين الناس بالعدل. تمام. فمن الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم هي أداء الأمانة. فهنا بيقول لك إن الله نعم يعظكم به، يعني ينصحنا ويحذرنا. إن الله كان سميعا بصيرا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء وبصيرا أيار كل شيء وعليم بكل شيء. هنا بيقول لك طلب عبد الرحمن من الأستاذ أن يسمح له بالحديث. نشوف هنا، فقال لقد سمعت خطيب المسجد يوم الجمعة الماضي وكان يتحدث عن النفاق. النفاق أن الشخص إيه؟ ينافق، أو أن هو يظهر يبدي إيه؟ يظهر خلاف ما يبطن. أيوة، يظهر خلاف ما يبطن، أن هو يظهر وجهين، صح ولا لأ؟ وجه حسن ووجه سيء، هو ده النفاق. وقال أن من صفات المنافقين التي لا يرضى الإسلام بها هي الغدر وعدم الوفاء بالعهد. هي دي الصفات التي يتصف بها المنافقين، هي الغدر وعدم الوفاء بالعهد، إن هم عندهم غدر ممكن يغدروا في أي وقت زي اليهود زي ما احنا عرفنا، وعدم الوفاء بالعهد إن هم ما عندهمش وفاء بالعهد، لا يلتزموا بالعهد، أو إيه اسمها إيه؟ يخونوا عهدهم، خيانة العهد. تعالوا كده نكمل. وأن من صفات المسلم، المسلم المؤمن، هي أول حاجة الصدق، اتنين الأمانة، ثلاثة الوفاء بالعهد مع الناس جميعا. كل هذه الصفات دي عكس صفات المنافقين. يبقى صفات المسلم المؤمن هي الصدق، اتنين الأمانة، ثلاثة الوفاء بالعهد مع الناس جميعا. أما صفات المنافقين هي الغدر وعدم الوفاء بالعهد. واستشهد لذلك بهذا الحديث النبوي الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. عايزين نشوف كده معنى هذه الأشياء. بيقول لك هنا أربع من كنا فيه، يعني أربع صفات موجودة في الشخص كان شخصا منافقا شديد النفاق، وإذا كانت فيه صفة منهن كانت فيه صفة من النفاق حتى يتركها. يعني حتى يدعها، اي حتى ايه يتركها. عايزين نشوف بقى الاربع الصفات اللي هم بيبقوا موجودين في الشخص اللي نقدر نقول عليه ايه منافق، صح ولا لا؟ خالص. يا ترى نشوف ايه هي الخصله دي او الصفات ديت. كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها يتركها. اول هذه الصفه اذا اؤتمن خان. رقم 2 اذا حدث كذب. اذا اؤتمن خان يعني هنا يعني احنا لو بنحسبه ان هو امين على شيء نجد انه ايه؟ خان الامانه. خان الامانه، صح. بنعتبر ان هو امين نكتشف انه يخون الامانه. واذا حدث في شيء، حدث الناس في شيء كذب عليهم فيه، كذب عليهم. واذا عاهدهم غدر بعهده. زي اللي هم زي ممكن نقول اليهود، ان احنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يعاهدهم كان يغدرون
به، صح ولا لا؟ ونجد ايضا اشخاص عندما يتحدثون او يتحدثون نجدهم انهم يكذبون في حديثهم. واذا خاصم فجر، اذا خاصم يعني زعل او اشترك في الخصام، نجد انه ايه؟ بعد عن الحق، بعد عن الحق. ونشوف برضو المعاني اللي هتساعدنا ان احنا بعد كده نشرح هذا الحديث. خصلة معناها صفة، غدر معناه غدر، ومعناها لم يفي بالعهد. يبقى هنا غدر معناها لم يفي بالعهد، صح. وفي فرق ما بين غدر وغدر، غدر هنا فعل وغدر اللي هو الاسم. يبقى تاني، غدر معناها لم يفي بالعهد، يدعها معناها يتركها، فجر معناها بعد عن الحق، بعد عن الحق. تمام، يبقى احنا كده عرفنا المعاني. يبقى اربع صفات اذا اجتمعت في الشخص كان منافقا. ايه هي؟ شديد النفاق، اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذا، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. تمام. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق اهو اربع صفات للمنافق، وهي اذا اؤتمنه للناس على شيء نكتشف انه خان الامانه، اذا حدثهم كذب في حديثه، اذا عاهدهم لم يفي في عهده، واذا خاصم احدا لم يحكم بالعدل وبعد عن الحق. تعالوا نشوف كده معنى الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد هو من الصفات الطيبه التي يجب ان يتحلى بها المؤمن مع المسلمين وغير المسلمين. يبقى الوفاء بالعهد هي من الصفات ايه؟ من الصفات الطيبه التي يجب ان يتحلى بها المؤمن مع المسلمين ومع غير المسلمين. وهي ايضا الالتزام بالوعد، مثل الوفاء في القول والعمل والمواعيد. يعني مثلا انا اتفقت معاكي او اتفقت معاك وقلت لك ان انا هاجي لك الساعه كذا، يبقى انا افي ايه؟ بوعد، واجي لك في نفس الميعاد. عهدتك ان انا اجيب لك حاجه او اجيب لك هديه، صح ولا لا؟ وفاء في القول وفي العمل وفي المواعيد. في القول وفي العمل. العمل ده يعني ايه؟ احترام المواعيد برضه، ان انا مثلا اجي في ميعاد معين، ده اسمه وفاء بالايه؟ بال واحترام المواعيد. خلاص، تعالوا نشوف كده عدم الغش. ننتقل الى جزء عدم الغش. بيقول لك خرج علاء من المدرسه في هدوء، لان موضوع درسنا النهارده اسمه الامانه وعدم الغش. احنا خلصنا الامانه اللي هو رد الامانات الى اهليها، واتكلمنا على الوفاء بالعهد. عدم الغش بيقول لك خرج علاء من المدرسه في هدوء، فشاهد البالونات وهي ترتفع الى الهواء في يد البائع، فقال لصاحبه سأشتري بالونتين، واحدة لي وواحدة لأختي الصغرى هناء. وأسرع إلى البيت وأعطى أخته الصغرى واحدة ففرحت بها وشكرته. يبقى هنا خرج علاء من المدرسة في هدوء. يبقى هنشوف إزاي كيف خرج علاء. خرج علاء من المدرسة في هدوء. طيب ماذا شاهد علاء؟ شاهد علاء البالونات وهي ترتفع إلى الهواء في يد البائع. يبقى هنا البالونات كانت في يد البائع. فقال لصاحبه، مين اللي قال لصاحبه هنا؟ علاء قال لصاحبه سأشتري بالونتين، واحدة لي وواحدة لأختي الصغرى هناء. يبقى ماذا قال علاء لصاحبه؟ قال له سأشتري بالونتين، واحدة لي وواحدة لأختي الصغرى هناء. وأسرع إلى البيت وأعطى أخته الصغرى واحدة ففرحت بها وشكرته. يبقى تصرف علاء هنا بيدل على حبه لأخته وترابطه معها، أنه أعطاها بالونة له وأعطى لها بالونة وأخذ واحدة له أيضا. ثم بدأت هناء تنفخ البالونة لكنها لا تنتفخ. طيب ليه البالونة ما كانتش بتنتفخ؟ لأن بها ثقبا يخرج منها الهواء. البالونة كان فيها ثقب كان بيخرج منه الهواء، فلما جت هناء إن هي تحاول تنفخ البالونة لم تنتفخ معها. كل هذا وكان علاء ينظر إليها في خجل وفي ذهول. ثم بدأ بعد ذلك يجرب بالونته فوجدها كذلك أيضا مسقوبة، أي بها ثقب من الهواء أيضا. احنا كده عرفنا أن هناء خلاص كانت تنفخ البالونة ولكنها لا تنتفخ. وعرفنا ليه؟ لأن بها ثقب يخرج منها الهواء. كل هذا وكان علاء ينظر في ذهول وخجل أنه اشترك هذه البالونات من الرجل. ثم بدأ أيضا يجرب هذه البالونة فوجدها كذلك مسقوبة.
تمام، يعني هو الرجل اعطى له البالونات المثقوبه اللي هي نقول عليها البايظه باللغه العاميه، نقول عليها الفاسده، فادرك انه اشترى البالونتين من رجل غشاش وجلس حزينا. رجل غشاش ان هو ايه، بيغش في المنتجات او بيغش في الحاجات اللي هو بيبيعها. قالت له الام: لا تحزن يا بني، انه رجل غشاش، وان الله سبحانه وتعالى يحاسب الغشاش على اعماله، وسوف يحاسبه الله على ذلك في الدنيا. ان الله سبحانه وتعالى هيحاسبه في الدنيا ان هو ممكن يخسر، ممكن ما يربحش، اقبال على البضاعه ما يربحش، وفي الاخره انه يدخل النار لانه لم يعمل بالحديث الشريف. نشوف كده الحديث الشريف مع بعض. عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غش امتي فليس مني. رواه مسلم، اي الذي روى هذا الحديث وسمعه من الرسول مسلم. هنا بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غش امتي. من غش امتي يعني الذي يغش امتي، امه الاسلام، فليس مني، يعني ليس من امه الاسلام وخارج عن الدين، صح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف بقى هنا مهمه جدا او الحديث ده ونشوفه، ايه المنافق ثلاث. برضو زي ما احنا عرفنا كان في كم خصله او كم صفه للمنافق اخذناهم قبل كده، كانوا اربع صفات، تمام. ونشوف برضو الحديث ده في منافق، هي في برضو صفات للمنافق، هي زي ما احنا اخذناها. ايه المنافق ثلاث، يعني علامات المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. يبقى تاني، ايه المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان. ننتقل إلى جزء المناقشة، والسؤال الأول: كيف خرج علاء من المدرسة وعلى أي شيء يدل ذلك؟ خرج علاء من المدرسة في هدوء، ويدل ذلك على حبه للنظام والهدوء. السؤال الثاني: ما الذي شاهده علاء عند خروجه من المدرسة، وماذا قال لصاحبه؟ شاهد علاء عند خروجه من المدرسة بالونات ترتفع إلى أعلى وتطير في الهواء، وقال لصاحبه: سأشتري بالونتين، واحدة لي وواحدة لأختي الصغرى هناء. السؤال الثالث: لماذا اشترى علاء بالونتين، وما رأيك في هذا التصرف؟ اشترى علاء بالونتين، واحدة له وواحدة لأخته، وهذا التصرف يدل أنه تصرف محمود، يدل على حب علاء لأخته كما يدل على طيبة نفسه. على ما يدل سلوك البائع، وعلى ما يدل سلوك علاء مع البائع؟ يدل سلوك علاء مع البائع، يدل سلوك البائع على الغش والخداع، ويدل سلوك علاء مع البائع على سذاجته وعدم حرصه عند الشراء، فقد كان من الواجب أن يجرب البالونتين. تمام، يبقى كان عليه أن يجرب البالونتين قبل أن يذهب بهما. هنا نشوف: صاحب المعلم تلاميذه إلى المكتبة، فما السلوك الذي دعاهم إليه؟ السلوك هو أن يسيروا في هدوء ونظام، وأن يحافظوا على نظافة المكتبة وعلى كتبها. سؤال المتفوقين، والسؤال ده ان شاء الله حضراتكم هتجاوبوه وتحضروا اجابته في المرة القادمة في ورقة، ونشوف كده السؤال ايه هو. ماذا تقول لكل من صديق لك يكذب في كثير من الاوقات، تلميذ يؤدي الامتحان معتمدا على نفسه؟ نقول تاني السؤال: ماذا تقول لكل من صديق لك يكذب في كثير من الاوقات، وتلميذ يؤدي الامتحان معتمدا على نفسه؟ أتمنى لكم التوفيق أعزائي الطلبة والطالبات في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.